احدى الحلقات التي تهتم نيو ايجيبت بان تكون متواجده فيها. لقائنا اليوم من داخل اروقه الامم المتحده، المؤتمر السنوي الذي يعقد لمواجهه تحديات ذوي الاعاقه او ذوي الاحتياجات الخاصه، مشاركه عدد كبير من الدول العربيه ومنظمات المجتمع المدني. سعدنا بلقاء ناس من اكثر من دوله عربيه، سمعنا لبعض الافكار. المؤتمر مستمر لمده يومين، يمكن مع الجلسات الاخيره للمؤتمر نطلع بتوصيات. قد ايه كنا متاثرين بان مستوى الاعاقه ونسبته زادت جدا للضعف، المستوى العالمي من 10 ل 15 وصلت في بعض مخيمات اللاجئين ل 37 نظرا للحروب اللي حاصله في سوريا وفي العراق وفي اليمن. نتمنى التوفيق للحاضرين والمشاركين، ونتمنى السلامه لكل ابناء امتنا العربيه. نسعد من خلال وجود الضيوف الكرام من الاردن، من لبنان، من فلسطين، بس نحب حضرتك تقدم نفسك الى الساده المشاهدين للبرنامج من اي مكان وتمثل اي منظمه، وشو الهدف من حضورك لهذا الاجتماع الهام؟ شكرا كثير، شكرا للفرصة. هذه المقابلة بحد ذاتها هي تعتبر توعي لقضايا الإعاقة، وأنا بشكرك على هذه المقابلة. أنا عدنان عبودي من الأردن، رئيس جمعية المساواة للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا الهدف من وجودي هون إنه إحنا عمالنا بنلتقي مع كثير من الخبراء اللي موجودين في العالم اللي بيشتغلوا على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتطبيق الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فلقائنا مع الخبراء يعني بكسبنا المعرفة والخبرة في إنه شو هي أفضل السبل وأفضل الطرق وأسهلها لتطبيق الاتفاقية بشكل احترافي أكثر لتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. طبعا معروف للجميع إنه نسبة الإعاقة في الوطن العربي هي عادة منظمة الصحة العالمية حكت إن نسبة الإعاقة من 15 ل 17%، بس بالوطن العربي يمكن تتجاوز 20 ل 22% بسبب يعني بفضل الحروب والربيع العربي اللي موجود. فإحنا أكثر من دول العالم اللي موجود فيها ذوي الإعاقة، إذا بنحكي عن الدول المتأثرة بالربيع العربي فأعداد الإعاقة راح تصل ل 35 و36%. هذا بيعطينا بحط على ظهرنا مسؤولية كبيرة كمجتمع مدني إنه إحنا نعمل الأفضل ما نستطيع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين حياتهم. اسمي عباس عباس، أو بمهنتي درست حقوق وهي ملاصقة فيا، لأنه أنا بآمن في مجال الحقوق وخصوصا حقوق الإنسان، وده تخصصي. فأنا خبير في مجال حقوق الإنسان وحقوق ذوي الإعاقة، ولكن مبادرة حياتي كانت من 2005 قبل 12 سنة لما أسست مؤسسة اسمها المنارة، اللي جاءت لتكون نور لكل إنسان مع إعاقة خصوصا في منطقة فلسطين شمال فلسطين. وطورت مشاريع عديدة، ولكن وجودنا هنا كمؤسسة أو منظمة حاصلة على عضو مستشار للأمم المتحدة وعضو في منظمة إيكوسوك، وهذا اللي مكننا أنه إحنا نبني خطة لبرنامج خاص قدمناه في اليو أن كان قبل يعني ساعات قليلة. هو برنامج بسموه سايد إيفنت، واللي من خلاله عرضنا مشروعنا الرائد والأول منه في العالم العربي، هو مكتبة المنارة العالمية، اللي هي المكتبة الأولى اللي بتحتوي على كتب متاحة لذوي الإعاقة صوتيا ورقميا من خلال موقع الانترنت arabcast.org arabcast.org وتطبيق الهواتف الذكية. وهذا الموقع بيتيح لكل إنسان موجود في مصر، في الأردن، في كل مكان، أنه من خلال الانترنت والموبايل فون أنه يقدر يسمع لأكثر من 4000 كتاب صوتي بجودة عالية. وبالمنارة بيشتغل أشخاص من مصر، من الأردن، من كل الوطن العربي، والحمد لله من خلال مكتبة المنارة عاملين وحدة عربية. ومن آمن أن الثقافة وحق الثقافة وإتاحة المعرفة هي لبنة لتطوير الإنسان العربي وتعزيز قدراته من أجل أن يصبح شخص قيادي ومؤثر في موقعه. عباس، أنت بذاتك منارة. شكراً، شكراً لك. وأنا بتمنى كل إنسان بيسمعني يآمن بنفسه ويقول أنه نحن قادرون والسماء هي الحدود. إيناس أبو رمان، من برضو أمين سر جمعية المساواة من الأردن. الهدف من وجودي هون يمكن أيضا التعلم أكثر وأخذ الخبرات وكيفية تطبيق الاستراتيجية
وبناء القدرات للأشخاص المعوقين. ويمكن نركز شوي كمان أو حلم هو أنا حابة أحققه اللي هي تمكين المرأة ذات الإعاقة في المملكة وفي الوطن العربي كامل. زي ما حكى زميلي عدنان يمكن نسبة الإعاقة عندنا في الأردن أو في العالم العربي زي ما بيحكوا حسب منظمة الصحة العالمية اللي هي من 10 إلى 15%. لكن لما إحنا عملنا تقرير عن المهاجرين أو المنطقة العربية لما بعد أحداث سوريا لقينا أنه فعلا نسبة الإعاقة ومشاكل الإعاقة عالية جدا، أعلى مما كنا نتوقعها أو نتخيلها. فكتبنا تقرير وعملنا بعض الحلول اقترحناها، لكن برضو عم نحاول أنه نوصلها للعالم وإن شاء الله منوصل ونتعلم ومنتعلم من الخبراء هنا، لأنه الإنسان رح يضل يتعلم دائما إن شاء الله. ما أوليش أنا بدي أحكي إنه كل الوطن العربي إحنا كلنا إخوة. أنا من فلسطين، أنا موجود اليوم ضمن طاقم جمعية المنارة لدعم الأشخاص مع أعاقة في المجتمع العربي. بالأساس أنا ناشطة أو متطوعة ناشطة في جمعية المنارة. أنا بقوم بإثراء مكتبة المنارة العالمية من خلال قراءة القصص، تحديدا قصص الأطفال. من ناحية أنا أؤمن في كل يعني نهج حياتي، أنا بآمن إنه كل إنسان فينا ما أجا من فراغ، ما أجا من عبث، وإنه كل واحد فيه له دور ورسالة ومسؤولية في هذه الحياة. وأنا عمليا لقيت نفسي ولقيت رسالتي من خلال جمعية المنارة لدعم الأشخاص مع إعاقة، وبالأساس لدعم كل إنسان، لأنه في نهاية المطاف إحنا كلياتنا بني آدمين. المشترك اللي عندنا إنه كلياتنا أصحاب قدرات وأصحاب إعاقات. الفرق اللي بيناتنا إنه بعض منها ظاهر وبعض منها غير ظاهر. فهاي رسالتي وهذا إيماني، واليوم هذا اللي بحاول أسعى يعني بحاول إني أنشره من خلال العمل في جمعية أو التطوع في جمعية المنارة. بدي أطرق إنه للأسف إنه الإنسان أو الشخص مع إعاقة هو مش موجود على الأجندة، تحديدا المرأة، واللي أنا بشوف إنه هي بتعاني من دوائر تمييز. الأولى طبعا على أساس جندري كونها امرأة، على أساس اجتماعي كونها طبعا امرأة في مجتمع اللي هو محافظ نوعا ما، وهذا ما يميز مجتمعاتنا العربية، وأكيد على المستوى الشخصي الإنساني كونها صاحبة إعاقة. فالرسالة اللي أنا بدي أنقلها من خلال هاللقاء الجميل، وأنا شاكرة طبعا لوجودك في هذا المؤتمر الهام واللي مستمر على مدار 4 أيام، إنه خلينا نشوف الإنسان اللي فينا، لأنه الإنسان هو الجوهر، وبنهاية المطاف إحنا قادرون، كل إنسان فينا بيقدر. شكرا جزيلا. نسعد باستكمال المقابلات، ويسعدنا مشاركة أحد الإعلاميين الهامين المتواجدين على ساحة العمل العام في مجتمع نيويورك، وتحديدا في الأمم المتحدة، ليطلع علينا برأي عن ما الذي يمكن أن يضيفه لمثل هذه النوعية من التغطيات الإعلامية لمؤتمرات هامة تشارك فيها جالية عربية. مشكور أخ أحمد، يعطيك العافية. بدي أسأل الصبايا والشباب اللي هون الموجودين، الإحصائيات بتقول يعني في الأردن 36% عند العرب المعاقين؟ من الإحصائية بتحكي حسب منظمة الصحة العالمية من 15 إلى 17% هي عدد الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، بالوضع العادي. بعد الحروب بتصل ل 35%. في عندكم المخيمات السورية، أنا أصلا سوري، هل فيهم معاقين كثيرا من الحروب أو من المولودين؟ هل اطلعت عن هذا الموضوع؟ لأنه أنت been charged for this. عملنا دراسة عندنا بالجمعية، عملنا أصلا دراسة عن اللاجئين السوريين بالذات عندنا في المخيمات، فكانت نسبة الإعاقة اللي موجودة أو المشاكل، حتى مشاكلهم اللي لقيناها كتير كبيرة، وما تخيلنا أنه هاي المشاكل أو هاي التحديات وهاي الصعوبات اللي كانت موجودة. هل الحكومة مهتمة في هذا الأمر؟ هلا بالمخيمات اللاجئين في أكثر من 40 منظمة عالمية بتشتغل، في أكثر من 40 منظمة عالمية بتشتغل داخل المخيمات. المنظمات اللي موجودة عندها ميزانيات ضخمة للشغل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وفي خدمات كثيرة تقدم لهم، خدمات كثيرة تقدم لهم. إلا يعني إذا بدك تطلع على واقع الحال،
انه الخدمات منتشره وفي الخدمه نفسها بتقدر تاخذها من اكثر من منظمه. يعني المنظمات اللي موجوده عم تشتغل مع اللاجئين من ذوي الاعاقه بشكل قوي.